السلام عليكم. دابا بغيت نشارك معكم الكويرات ديال الميرلو بالروز. كنديروهم في الطاجين، كيجي واحد الطويجين لذيذ لذيذ. داكشي غادي نحتاجو الطاجين ديالنا الميرلو، غنقبطوها غنحلوها من هنايا ونحيدو لها هاد الجنيحات هادو، نحيدو لها هاد الجناح من هنايا باش ندوزو نطحنوها في ان دو تخوا ديالنا. غنحتاجو الروز، الروز غادي نشللوه مزيان مزيان حتى ما يبقاش فيه هاد الغبره، وعاد باش نديروه يتسلق غادي نحتاجو المطيشه ديال الحك اللي كان عندنا، جوج ديال المطيشات، واحد ثلاثه ديال البصيلات، هاد الخضريه بصله خضريه راه كتجي بنينه في هاد الوسط بحال هكذا. عندنا قبيطه ديال القزبر والمعدنوس، عندنا القزبر والمعدنوس اللي كيكون عندنا مطقوق ديال اللي فيه شرموله ديال الحوت، ولا هذا فيه القزبر والمعدنوس والثومه والملحه. عندنا لا كريم فريش، عندنا في هذه المكونات الزعتر اللي هو مكون رئيسي في هذه لا غوسيط هذه. عندنا الملحه، القزبر اليابس، التحميره، شويه ربع معلقه ديال البزار وربع معلقه ديال الكمون والثومه. دابا غادي شي باش غادي نطحنوا، غنحيد له هاد الجنيحات هادو، نحيدهم لهم ونطحنوا حتى يرجع كفته ونطلقوا باش نكملوا. حاولوا باش ما تخليو حتى شي، ما تخليوش كاع الشوك فيها هكذا. هاك نوريكم واحد دا كنقطوه، كنقلبوه هنا هكذا ونقطعوه في الوسط باش ما نديوش معنا حتى شوك، وهاد الجناب كلهم هنايا باش كنضمنو بان ما كاينش فيها كاع الشوك. نسيت في هذا، هنا غادي نجي غادي نلف مع هذيك الشرموله ديال الحوت. غندير شويه التحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه ديال الملحه، بزاف القزبر اليابس، نطحن معاه واحد شويه ديال الزعتر. نديرهم يطحنوا، كون تلاطاو. دابا من بعد ما طحنا الميرلون ديالنا كنبقاو نقلبوها هكذا بيدينا، لا تكون باقا شي جليده ولا شي حاجه كنحيدوها، والروز ما نخليوش تيتسلق بزاف بزاف حيت باقي غادي يطيب مع باقي غادي يطيب في الطاجين. غادي نجيو غنشعلو على الطاجين ديالنا، غادي نديرو جوج هادوك جوج مطيشات حكيناهم، غندير واحد شويه ديال الزيت هادي هي، نديرو الزيت البلدية، لا كاينة ما كايناش راه غير زيت لخرا راه كاتلا. نديرو لاصوص طوماط، نديروها بزيت شي شوية باش يبقى فاش غادي يطيب هداك الكويرات ديال الميرلو. حركو مزيان، غنجيبو هادوك البصيلات، بصله خضاريه اللي بغا يديرها اللي ما بغاش يديرها يقدر ما يديرهاش، ولكن راه كتبنوا. نديرو لهم هكذا،
بنجيبو هذاك القزبور نديرو القزبور الملحه البزار شويه ديال التحميره كمون شويه الملحه وهاد الزعتر شويه دابا وشويه حتى الاخر حكو الثومه وهنايا نقدروا نديروا واحد الورقه ديال سيدنا موسى هيا غير تشحر مع مطيشه ونحيدوها باش ما تبقاش غاطيه داك المرار ديالها غير اللي بقى يتشحر ونوجدوا الكويرات ديالنا نديروا فيهم قزبور ومعدنوس والقوام نزيد واحد شويه لحقاش الرز ما فيه فيه غير الملحه نزيدوا له شويه ديال الملحه تاو نديرو واحد شويه ديال الزيت نوجدو هاد الكويرات ديالنا ونديروهم يطيبو في الطاجين ماشي غير يتشحر شي شويه هذا ونديروهم باش يطيبو معاه مع ديك لاصوص طوماط وداكشي مع راه الحوت في ساعه كيطيب دابا من بعد ما سالينا الكويرات ديالنا راكو شويه الطاجين هكذا درتهم كديروا شويه ديال الزيت في يديكم باش تكوروهم باش ما يبقاوش يلصقوا لكم دابا في هذه المرحله غنزيد هاد شويه ديال لاكريم فريش هاد لاكريم فريش هي اللي كتخليه يجي بنين وخفيف هكذا الطاجين غير جربوه على حسابي راه كيجي من داكشي غزال رائع هكذا وهاد المسه الاخيره ديال الزعتر الزعتر مع الميرلون هاد لاصوص هادي راه كيجي رائع واحد خويط ديال الزيت البلديه ها ما نديرو ليه لا ما لا والو صافي غير نقصو عليه ونخليوه يطيب هكذا نغطيو عليه ونخليوه يطيب ومن بعد ربع ساعه ديال الطياب هو الطاجين ديالنا واجد وصحة وراحة